أشار البخاري إلى الزهراء سلام الله عليها بشكل لائق بمقامها أو لم يشر أو أشار بطريقة غير لائقة، فإن ذكر الزهراء سلام الله عليها لا يتأثر بمثل هذه الكتب التي ألفت وفق منهجية خاصة تتناسب مع مدرسة بني أمية الذين ورد ذكرهم ولعنهم في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.